هون يعني يفقدوا العمل هم هم الناس اللي نبي نحطهم من دفاعين أو لأن مش المكان اللي يبغى أطفال كده لا ممكن يستعينوا في 24 زكاة التنين باعتبار على ضغط الشغل شوية المدارس داخل البلدية طبعا بتحاول تقرير ده الجاي ودش تقرير ده الجاي ودش تقرير اللي هو عميد البلدية في بلدية دنوبين في مدارس تابعة في العزم في اللجنة الشرعية اللي المفروض في اللجنة الشرعية في البلدية هي اللي تتابع طبعا اجتماعنا اليوم بخصوص هذا الاجتماع بخصوص متابعة المدارس بداخل بلدية بنوليد. زي ما تعرفوا ان الدراسة بدأت منذ الاسبوع الماضي. طبعا إدارة الخدمات الصحية وفرقة التقصي بإدارة الخدمات الصحية وايضا مكتب الرعاية الصحية والصحة المدرسية بإدارة الخدمات الصحية حتكون متابعة للمدارس داخل بلدية بنوليد. هل هي لمتابعتها من ناحية الاحتياطات او اخذ الاحتياطات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا؟ حتبدأ العمل بإذن الله من بكرة بإذن الله. تم إصدار قرار بهذا الخصوص من مكتب الرعاية الصحية وأيضا من لجنة التقصي والإجابة السريعة ومختصين داخل إدارة الخدمات الصحية لمتابعة المدارس بالبلدية. بإذن الله حيقوموا بالعمل هذا بكل جهودهم. ما يهمنا هو صحة أبنائنا الطلبة داخل بلدية بنوليد وشكرا.